تداعيات عدم تسجيل الولادات بلبنان خطيرة جداً، وهون عم نلعب دور نحن مع النازحين أن نوعيهم عن أهمية تسجيل الولادات بلبنان، لأنه إذا كان ما تسجل الطفل خلال سنة من ولادته بدهم يضطروا الأهل يروحوا على المحاكم وعلى القضاء. أنتم تدعون الناس لتسجيل أولادهم، ولكن هناك عثرات عند الناس نفسهم في التسجيل، يعني يكون الأب غير موجود وليس لديهم أوراق. صح، يعني نحن من جهة عم نحاول نسهل عملية التسجيل من خلال تشاور مع وزارة الداخلية ودائرة النفوس خاصة، ومن جهة تانية عم نوعي النازحين، نجرب نفسر لهم نبسط الخطوات اللي لازم تتاخد تتسجل الولادة قد ما فينا. طبعا هن الخطوات صعبين، يعني ما فينا نقول انه بشكل عام التسجيل سهل، ولكن تداعيات عدم تسجيل الاطفال اصعب من تسجيل الولاده. سنتحدث عن تداعيات، ولكن نور عندك لديك تجربه في لبنان، انت ولدتي في يعني انجبتي في لبنان ولم تستطيعي تسجيل ابنك حتى الان. انا تجوزت بلبنان وجبت ابني بلبنان، وابني صار عمره سنه وشهر ولهلا ما قدرت اسجله. بس مثل ما حكت هي انه الخطوات شهاده الميلاد وبعدين تروح على المختار، طبعا تروح على دائره النفوس بزحله لانك تقيمين في البقاع، زحله هي مدينه بقائيه. نعم تمام. فبتقولي لهم مثلا انه انا متجوزه بلبنان فلازم انتم بترضوا بوثيقه لبنان وانه محكمه لبنانيه. لا بدهم وثيقه بسوريا. لك اخي انا متجوزه بلبنان، شو بدك بوثيقه سوريا؟ ولحتى تاخذ وثيقه سوريا طبعا بتدفع وثيقه ولاده في سوريا؟ لا وثيقه الزواج بسوريا. وثيقه الزواج بدك تعاني اول شيء مرحله، لسه انه مرحله الزواج بعدين مرحله جبت الولد، يعني لحتى تسجلي الولد لازم يكون معك وثيقه زواج من سوريا. فيعني كمان اقامه مثل ما حكيت، انا ابوه الاب مسافر، فانه الاب مسافر بكتب تعهد انه هو مسافر، يعني قصة لأن القانون السوري يعطي الأب الحق في منح الجنسية حتى بلبنان، يعني هذه هي إحدى التعقيدات لأنه الوالد مسافر. إيه صح. طب ليلى أيضا أنت يعني فيما قرأناه عنك قلتي أنه أثناء نزوحكم في جبال سنجار أنجبت العديد من النساء في أثناء هذا الهروب. ايه انجبوا اطفال، يعني انا لما كنا نهرب عندنا كان مره ومرت، يعني النسوان كان يجيبون اطفال، ينجبون انا شفت اثنين حالات يعني انجبوا اطفالهم، بس حاليا بكردستان، يعني احنا نزوح داخلي وكردستان يعني كمان منطقتنا يعني ارضنا. فما عندكم مشكله تسجيل؟ كان في مشكلة بس دوائر التسجيل، يعني السنجار فتحت بمنطقة شيخان وحاليا يسجلون الأطفال. منطقة شيخان كي يفهم المشاهد يعني هي قريبة من منطقة شيخان، منطقة دهوك. إيه إيه نعم. هي تابعة، حيث التمركز الأساسي للنازحين الإيزيديين. النازحين الإيزيديين وبها يعني كل الأطياف والأديان بمنطقة شيخان. ولكن ليس هناك مشكلة تسجيل نازحين في العراق. كان في مشكلة بس فتحت بعض المنظمات يعني سهلت هذا الموضوع، منظمات الإنسانية مثل منظمة واربين حكيت لها عن فتحوا برنامج العدالة يسجلون اللي فقدوا مستمسكاتهم، يعني المستمسكات اللي ظلوا بمناطقهم لما هربوا، يعني قسم يعني كثير من الناس يعني ظل مستمسكاتهم. انا يعني ظلت تأيد سكن، يعني تأيد سكن وبعض المستمسكات مثل عقد الزواج، المستندات، تسجيل ابني، يعني بيان ولاده، ظلت يعني كثير. هل هذا اعاق خدمات كان ممكن تحصلين عليها؟ كانت اعاقه بس فتحت بعض المنظمات هذا البرنامج العداله حلت يعني المحاكم بكردستان يستغلون هاي ال دانا. يعني ماذا تفعلون للقضاء على هذه المعوقات؟ هلا القضاء بشكل كامل صعب جدا. هلا اذا بدك بقدر بلغكم شوي عن الخطوات اللي لازم تتاخذ. هي اربع خطوات بشكل اساسي او خمسه فينا نقول. اولا الحصول على شهاده الولاده من المستشفى او الداية اللي ممكن تكون لازم تكون قانونية ومسجلة بالمستشفى بوزارة الصحة. وزارة الصحة اللبنانية، هل هذا متوفر في مخيمات النازحين؟ يعني لبنان في أكثر من مليون نازح. هلا
الجهة الإيجابية إنه المفوضية عم بتغطي 75 من كلفة الولادات للنازحات 75% صح. بقى معظم النازحات السوريات المسجلات لدى المفوضية عم بيقدروا يولدوا بالمستشفيات، فبتغطون 75% من الكلفة و100% من الولادات الجديدة صح 100% يعني كل 100% من الولادات الجديدة مش يعني كل المقصود انه يدفعوا النازحه بحق لها حسب المعايير اللي نحن وضعناها للحصول على الخدمات بالمستشفيات بحق لها تحصل على 75% من كلفه الولاده اذا كانت مسجله. اذا لم تكن مسجله ممكن تتسجل بشكل سريع اذا كانت فعلا نازحه. ولكن تحدثي ما هو الرقم في لبنان مثلا؟ هلا بلبنان عدد الولادات الجدد فينا نحكي عنها 51% سجلنا 51 ألف عفواً طفل سوري ولد من بداية الأزمة السورية لحد اليوم. هدول عم نحكي عن الأرقام المسجلين لدى المفوضية، طبعاً ممكن يكون في ولادات خارج هذا الإطار. وهل تعترف الدوائر السورية بتسجيل المفوضية لهم؟ تسجيل المفوضية بيتعلق بالمساعدات الإنسانية فقط، ما عنده أي وقع قانوني بلبنان. تسجيل المفوضية هو مجرد وثيقة بتمنح النازح بحق الحق انه يحصل على بعض المساعدات الانسانيه حسب وضعه. هذا ما قلتيه عن تداعيات عدم حصوله على وثيقه او هلا تسجيل الولاده هو تسجيل قانوني لدى الدوائر الرسميه اللبنانيه، لا تعنى فيه المفوضيه بمعنى انه ما عندها السلطه عليه، بل دور المفوضيه هو تسهيل هذا الموضوع من خلال المشاورات مع وزاره الداخليه ومع دائره الاحوال الشخصيه اللي هي اكثر جهه تعنى بهذا الموضوع. نور، يعني كي لا نتحدث في العموميات، أخبرينا ماذا يعني أن يكون لديك ولد فاقد للجنسية؟ ما هي التداعيات عليك؟ يعني يحترق قلبك اليوم. يعني نحن أصعب شيء، ما بعرف شو بدي أشعر لك شعوري إنه لهلأ ما قدرت أسجل ابني. أنا معي شهادة ميلاد، أنا كمان مثل ما حكيت هي إنه قبل السنة بس بعد السنة بصير بدهم تحليل دي إن إيه وما بعرف شو، قصة طويلة عريضة بالمحاكم. فنحن الحمد لله قدرنا ناخذ رقم قبل السنة، ويعني قبل بسنة بشوي، يمكن كان عمره 11 شهر قدرنا نوصل لهي المرحلة وأخذنا رقم. وهلا هو معه شهادة ميلاد بس مصدقة وبس، ما بقدر أعمل شيء، لا بقدر طلب إخلاص قيد، لا بقدر يعني بكرة بس ليه كبار، ولا بقدر سفره، ولا بقدر يعني محبوس هو بسوريا بلبنان صار عفوا. فهلا احنا صح انه موكلين محامي ومعقبين معاملات وعم ندفع يعني فينا نقول الاف الدولارات اللي نحن قدرانين ندفعهم، في غيرنا كثير ما قدران يدفع 100 دولار منهم. ولحتى يقدر يسجل، لحتى يقدر يسجل بسوريا شلون؟ انه هذا الولد بده يكبر بعدين بده يروح على المدرسه، نحن ما لنا ضالين لسه بلبنان سنه او سنتين وبكره راجعين على سوريا، يمكن ضل 10 سنين لسه. فكيف بدهم يسجلوا هدول الاولاد بالمدرسه؟ كيف بدهم يمارسوا حياتهم؟ يعني ممنوع ان يسجل يدخل المدارس اذا ما كان عنده وثيقه؟ طبعا يعني التداعيات على مدى الأجيال، يمكن الجيل الأول ممكن من خلال تحليل دي ان اي تتحلحل المشكلة، ولكن إذا هذا الطفل مثلا أنجب أطفال بالمستقبل هون بتوقع مشكلة فعلا كارثة، لأنه بصير الطفل الجيل الثاني بنسميهم مقطومي القيد، يعني فعلا صح. ما عندهم وجود، ما بيقدروا يتعلموا، ما بيقدروا يتزوجوا، ما بيقدروا يحصلوا على طلبات. هل دخلنا هذه المرحلة؟ لم ندخل هذه المرحلة، ولكن هون أهمية أولا حملة التوعية. نحن حنطلق حملة بلبنان ابتداء من شهر أيار تنوعي النازحين على هذا الموضوع. ولكن إذا حالة مثل نور هون يعني نور نسبيا مرتاحة مقارنة مع وضع النازحين بشكل صح. عام يلي منهم قادرين يخطوا صح. هذه الخطوات منها، بس متعلقة بالتكلفة المادية، متعلقة بالأوراق الثبوتية صح. إن كانت وثيقة زواج يلي البعض ما قدروا يحصلوا عليها من داخل السوري أو ما قدروا يسجلوها بلبنان، بتتعلق بعدم يمكن وجود مذكرة موحدة مع كل المخاطير وكل الدوائر الرسمية، لم تعمم بشكل متوازي. هلا عم نحكي على قصة المدى، أو هون إذا عملنا توعية بلبنان، في عنا كمان بالداخل السوري مثلا بالمناطق المحررة المعارضة هلا ما قدرت تعمل أي شيء بخصوص التسجيل، يعني حتى مطروحة في مناطق النزوح الداخلي طبعا، يعني حلت في العراق مثلا من قبل جمعيات ولكن مستحيل. لم تحل يعني لحد هلا يعني ما لها محلوله بسوريا، يعني اي حدا بالمجالس المحليه بمناطق المحرره بتسجل احصائيات، ما بيقدر الواحد اذا بده يطلع وراء يعني يا اما بتعامل مع النظام السوري مثلا سماسره وهيك بيدفع كثير، او انه بيعطي وثائق مزوره، واذا اعطى وثائق مزوره بنعرف شو بده يصير بعدين.